في غانا وصل عدد الوجبات التي تم توزيعها حتى الآن على المحتاجين والأسر المتعففة ضمن حملة 100 مليون وجبة نحو 8 ملايين، يستفيد منها أكثر من 90 ألف شخص. المزيد في تقرير يوسف كانو. تواصل حملة 100 مليون وجبة توزيع المساعدات في 30 دولة حول العالم. غانا التي تقع في الطرف الإفريقي هي من بين تلك الدول التي وصلتها الحملة السخية، فأيادي العطاء الإماراتية دائما ما تكون ممدودة للمحتاجين أينما كانوا. عمليات توزيع الطعام التي تحتوي المواد الغذائية الأساسية بدأت بالتنسيق مع مؤسسة Food for All الخيرية لإنجاز العمليات الميدانية واللوجستية المرتبطة بتوزيع تلك المواد على مستحقيها بشكل مباشر، حيث وصل عدد الوجبات حتى الآن إلى نحو 8 ملايين، يستفيد منها أكثر من 90 ألف محتاج في الأحياء الفقيرة، وما زالت المساهمات في الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام مستمرة. أشكر دولة الإمارات على مساعدتها لنا في توفير الدعم الغذائي الذي نحتاجه، إنه فعلا أمر رائع ويستحق الإشادة. الإمارات منحتنا الأمل عبر هذه المواد الغذائية التي استفدت منها أنا وعائلتي، شكرا لهم على هذه المساعدة. طبعا مثل ما نشوف أن في تعاون جدا عالي من أهل القرى ومن الأهالي الموجودة حول المنطقة أن يساهمون معنا في تعبئة المواد الغذائية، وهذا جدا يعني شيء يعني أنا التمسته وترك أثر جميل شخصيا. موجودين في غانا ونحن كأفراد متطوعين للمشاركة في حملة 100 مليون أو توزيع 100 مليون وجبة، أمانة فخورين جدا جدا لما نشوف علم دولة الإمارات يتواجد في المناسبات الإنسانية. توزيع الوجبات والطعام لمن يحتاج الحقيقة في الأقاليم البعيدة وفي الدول اللي ينقصها الطعام أمر عظيم جدا. ويأتي بدء توزيع الوجبات بالتزامن مع تحقيق حملة 100 مليون وجبة هدفها كاملا خلال 10 أيام فقط على انطلاقها، بعد أن تلقت قيمة 100 مليون وجبة من التبرعات والمساهمات التي تدفقت من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة، في تجسيد لقيم الإمارات الحريصة على مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث لمختلف شعوب العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية، إلى جانب نشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظا والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة.